بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي لغات، إزيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنحل من الكتاب المعاصر لسون 6 تمارين على لسون 6 Continue of Special Quadra Unit 4 Special Cases of Parallelograms. First, talk about the rectangle. The rectangle is a parallelogram that has one of its angles is right angle, such that measure of angle A equal B equal C equal Z equal 90 degree. يعني اولاد ديفينيشن مهم جدا ناخد بالنا ان الريكتانجل ده ديفينيشن بتاعه is parallelogram that has one of its angles is right angle. طيب properties of right angles parallelogram so that what the same properties of parallelogram we have the similar يعني نفس properties of parallelogram موجوده في الريكتانجل ولكن in addition to all angles are equal in measure each one of them equal 90 degree and its diagonals are equal in lengths. يكون التو ديجونال ايكوال انسلنسز طبعا بس مش هزر يعني نفس البروبرتيز بناخدها ولكن بالاضافه عليها ان التو ديجونالز بيكون ايكوال انسلنسز والميجر اوف تو ادجسنت انجلز طبعا 180 ويكون ذا ميجر اوف اتش ون اوف ذيم ايكوال 90 يعني كل انجل بيكون 90 ديجري. يبقى انا عندي هنا اقدر اجيب الثيرد سيلف نمبر 1 اقدر اجيب هنا الانجل الناقصه اللي هي مجهوله اقول له والله ان 5x minus 1 plus 31 equal 90 يعني تبقى 5x plus 30 equal 90 يعني 5x تبقى this case هنعمل divided by 5 تبقى x تبقى 12 تمام. بعد كده question اللي بعده number 2 question number 2 انا عندي هنا two diagonals equal in lengths and bisect each other يعني لاحظ ان ال DM equal MC يبقى انا عندي هنا 13 equal 3x minus 2 يعني 3x يبقى 15 يعني ال x تبقى 5. تعال نتكلم بقى rhombus. rhombus is parallelogram in which two adjacent sides are equal in lengths يعني اي two sides جنب بعض بيكونوا equal in lengths. طيب في properties of rhombus. rhombus is parallelogram so it has the same properties of the parallelogram in addition to the following we have two diagonals perpendicular the diagonals are perpendicular and bisect its interior angles يعني بيكونوا متعامدين يا اولاد perpendicular وكمان bisect its interior angles ينصفوا الزوايا الداخليه. هنشوف example try to solve about rhombus. عندي rhombus وعايز اجيب أول واحدة find the length of DC اللي هو اللي فوق ده هو بيقول لي إن الـ AB كانت 10x plus 1 والـ DA يعني التو سايدز اللي جنب بعض يا ولاد 10x plus 1 هنا ده السايد الأول اللي هو 10x plus 1 اللي هو كان الـ DA وعندي الـ DC كان x plus 10 يبقى نحلها equation أعدي النمبر تبقى هنا 9x و 1 ناقصها من 10 تبقى 9 يعني x تبقى 1 جبنا ال x ب 1. بعد كده هو بيقول لي إن الـ measure of angle CMB أهي شايف الماوس عليها CMB كانت ب 2x. خد بالك CMB دي ب 90 شايفها الـ angle دي ب 90 CMB هو عبارة عن 2x يبقى ال x تبقى 45. طيب وقال لك كمان ان الانجل دي ام دي سي الاكس ناقص 15 ام دي سي الانجل اللي فوق دي باكس ماينس 15 ارسمها في الشكل اهو عشان تبقى فاهم. دول كانوا بيرفندكلر احنا عندنا هنا 90 وقال احنا طلعنا اكس 45 هو كان جايب الانجل اللي فوق هنا اللي هي ام دي سي كانت باكس ناقص 15 الـ x 45 45 minus 15 تبقى 30 يبقى الأنجل هنا ب 30. هو عايز بقى CDA CDA كلها تبقى كلها 60 لأن هنا الدياجونال يا ولاد bisect interior angles الدياجونال بينصف الأنجل دي فيبقى الأنجل بتاعي 60 ديجري مطلوب مني أقول 60 ديجري. طيب next question هنتكلم بعد كده عن the square is a parallelogram that has one right angle and the two adjacent sides are equal in lengths.
A square is parallelogram that has one right angle and two adjacent sides are equal lengths. Properties of the square. The square is a parallelogram with four right angles like rectangle and four equal sides right proper. يعني السكوير بيكون الفور سايدز ايكوال لينسز والفور انجلز ايكوال ذا ميجر. هنا بيبقى لايك رومبس وهنا لايك ريكتانجل. طيب ايش دايجونالز ار ايكوال لينسز اند بيربنديكولار اند بايسكتس انتر انجلز. بينصفوا الانجلز اللي جوه اتش ون اوف ذيم كان بي 45، يعني كل واحده بتتنصف لجزئين 45 45. تعالى نشوف تراي تو سيلف. نمبر 3 In the example, we have a square, and he wants to find the value of x and y. هنا عايز ال x و y ولاد، خد بالك. لاحظ إن ال CE ده ليس دايجنال، ده مش دايجنال. وهنا أقدر إن أنا أجيب ال x إزاي؟ بسيطة، وركز معايا كده 104. شايفها؟ يبقى ال angle اللي جنبها اللي هي ال h تبقى 104 vertical opposite angle. تمام؟ طيب، هنوصل لل x إزاي برضه يا ولاد؟ عن طريق الدايجونال يا ولاد. بس حبيبي مش ده دايجونال؟ شايف الدايجونال ده بيقسم الانجل اللي عندك دي لإيكواليتي، يعني واحدة تبقى 45 واحدة 45، يعني الانجل هنا 45، شايفها؟ حاول أكبر لك الشكل عشان تفهم. الانجل هنا دي 45، واضحة كده؟ الانجل هنا 45، تمام؟ دي 45. طيب هو رسم بقى القطعه الصغيره دي كده وقال لي هنا واي. طب هنا 104، يبقى الانجل هنا برضو 104 vertical opposite angles. طب هنا اكس، هنا قلنا دي 45، خلاص نقدر نجيب الاكس من الترينجل الصغير اللي هنا يا اولاد، اقول 180 subtract by 104 plus 45، يبقى انا عندي 180 subtract by summation 5 plus 4 9 و4 plus 0 4 وانزل 1، تبقى هنا 10 minus 9 ب 1 وهنا 7 minus 4 ب 3، تطلع ب 31 degree. 31 degree. طيب فاضل عندي ان انا اجيب الواي. هجيب الواي ازاي؟ من الترينجل او الشكل الكوادر اللي عندك ده، في كوادر لو بص كده. انا عايز اجيب الواي اللي هنا. شايفها؟ عندك هنا 104 صح؟ وقام موصل، يعني عامل كده. أنا خدت جزء بس من الرسم يا ولاد، وعايز الواي دي، واحنا قلنا دي 90، والأنجل دي تبقى 45، لأن هنا الدايجونال بايسكت الأنجل دي هتتقسم نصين، وهنا 104، فأقدر أجيب الأنجل اللي هي إيه؟ اللي هي الواي. يبقى الواي إيكوال 360 سبتراكت باي 45 plus 104 plus 90. يعني أقول 360 subtract by 45 plus 104 plus 90. يدي الناتج 121. إذا أنت كده جبت الأنجل اللي هي الواي. طبعا يا ولاد هنا ما يقول لك تثبت مثلا ان هو ريكتانجل، لازم تثبت يا اما it has one right angle، تثبت ان البارلوجرام، يعني لو عايز تثبت البارلوجرام بيكون ريكتانجل، لازم تثبت يا اما ان الانجل اللي عندك بتكون right، يعني مش بتاع 90، او تثبت ان its diagonals are equal lengths. كذلك عشان تثبت ان البارلوجرام رومبس، تثبت احدى الحالتين، يا اما it has two adjacent sides are equal lengths or its diagonals are perpendicular. يبقى عشان نثبت ان هو سكوير لازم، يعني حاله من الحالات الموجوده، عندي حالات كتير في السكوير، اربع حالات يا اولاد، بتقول it has one right angle and two adjacent sides are equal lengths. So it has one right angle and its diagonals are perpendicular. Its diagonals are equal lengths and perpendicular. تمام؟ او تثبت ان it has two adjacent sides are equal lengths and the diagonals are equal lengths. يعني بتعمل خاصية بتثبت حالة، يعني من حالات المربع، أو عشان تثبت مربع تثبت حالة من حالات الرومبس مع حالة مع السكوير، الاتنين مع بعض مع الريكتانجل.
يبقى تاني واحد عشان نثبت ان الشكل سكوير هجيب خاصية من خواص الريكتانجل والرومبس مع بعض، تمام؟ لان البروبرتيس للريكتانجل لما اضيفها على البروبرتيس للرومبس هيديني سكوير، تمام؟ تعالى طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل لما نيجي نحل مسائل البروف. تعالى نشوف الاول الاكزامبل معايا ده، بيقول لي بروف ذات إذا بقول له جرام A B C D becomes square if x equal 3 and y equal 4. يعني بقول لك بقول له جرام ده هيتحول يبقى square لما تبقى ال x ب 3 وال y ب 4. يبقى كل معنى الكلام ان انت هتعوض، يعني عندك هنا 2 y plus 1 اللي هي ال DC، وكان بيقول لي ان ال AB تساوي 40x minus 30. طيب هو جاب لك ال x بكام؟ ال x ب 3 وال y ب 4، ال x كان ب 3 وال y ب 4، يبقى عوض هنا 2 times ال 4 تبقى 8، 8 plus 1 تبقى 9، يبقى 9 سنتيمتر. وهنا ال x كان ب 3، 3 times 4 120 minus، احنا بنجيب ده انجل صح؟ انا عايز اجيب السايد اللي جنبها. هتسيب الانجل دلوقتي، تعال نجيب الاي دي كانت 4y minus 7 او كده 4 times 4 ب 16، 16 minus 7 تديك 9. يبقى انت لاحظت ان الدي سي equal to اي دي، الاثنين طلعوا بكام؟ ب 9 سنتيمتر. طيب ايه تاني يا مستر؟ انت اثبت ان تو adjacent sides are equal to lenses، وعندك هنا سي بي parallel to اي بي، الاثنين parallel، تمام؟ طيب لازم تجيب الانجل اللي عندك اللي هي الاي عشان تقدر تطلع الانجل بي، لان الاي والبي الاثنين بيكونوا مجموعهم 180. او لو انت عوضت مكان الاكس هنا ب 3 هيطلع الميجر اوف انجل اي اللي هي ب 90 ديجري. فانت الفكره عندك في ان انت اثبتت ان التو سايدز ايكوال لينسز، تو adjacent سايد ايكوال لينسز. يبقى دي اول خاصيه لما اثبت ان التو سايد ايكوال لينسز يبقى دول رومبس، يبقى انت اثبتهم رومبس. بعد كده لو اثبتت ان في انجل 90 هيتحول الى سكوير، يبقى عشان تثبت ان هو سكوير لازم تثبت ان اتش تو adjacent سايد ار ايكوال لينسز اند ذا ميجر اوف اتش انجل ايكوال 90 ديجري. فانت لما تعوض مكان الاكس ب 3 في الايكويشن اللي هي او الاكسبريشن 40x minus 30، يبقى 3 times 40 120 minus 30 تديك كام؟ 90 ديجري. فخلاص انت اثبتت ان تو adjacent سايد زي بعض. تقول له هنا ان ال AD equal DC and the measure of angle A 90 ديجري، زين the figure will be square. زين E B C D is سكوير، يبقى الشكل اللي عندك ده سكوير. Understood؟ تعال نشوف next question. Continue to special quadrant. First question. Find the measure of the number angles in each of the following. عايز هنا الانجل الموجودة يا ولاد، نجيبها ناقصها معانا، يعني دايركت انجل. عايز اجيب انجل 1 و 2 و 3 و 4 و 5. خد بالك الانجل 4 نقدر نجيبها الاول، 90 subtract by 39 لان دايركت انجل، the measure of each angle equal 90 degree. يبقى هنا ريكتانجل اهو، هنا دايجنال، هنا 39. 90 minus 39 يبقى هنا 10 minus 9 equal 1، وهنا 8 minus 3 equal 5، يبقى الانجل هنا 51. لاحظ ان في alternating interior angles، هنا 39 زيها وهنا الانجل 51 زيها، تمام؟ بعد كده نقدر نجيب الانجل 1 تبقى 90 ديجري والانجل 5 برضه ب 90 ديجري. طيب question اللي بعده number 2. We have square two diagonals perpendicular، يعني الانجل هنا ب 90، انجل 3 تبقى 45 والانجل هنا برضه 45 ديجري، ده بايسكت يا ولاد، وهنا برضه 45 ديجري وهنا الانجل برضه 45.
Number three, we have rectangle. The diagonal bisect each other. عندي هنا الانجل 120 يبقى الانجل طبعا هنا 30 تبقى دي زيها 30 alternating angle. هنا 120 طبعا هنا 60 90 minus 30 بديك 60. وهنا الانجل طبعا 120 vertical opposite angle دول زي بعض يا مستر isosceles triangle. هنا 30 وهنا تقدر تجيب الانجل اللي فوق هنا 30 وهنا زيها 30 تمام. كمان هنا تبقى 60 90 minus 30 is 60 degree. طيب تعال نشوف الكوتشن اللي بعده. Find the measure of numbered angles يعني الرقم اللي عندك او كده value بتاع الانجل موجود فيه. يعني عايز اجيب انجل 1 مثلا شكله قدامي. تمام وهنا طيب الشكل عندك ده ايه؟ رومبس. تعال نشوف كده رومبس. تمام ده رومبس يا ولاد. يبقى طالما هو رومبس يبقى عارف ان الدياجونال بايسكت ذا فيرتكس. يعني هنا 31 تبقى الانجل هنا 31 زيها. هنا بوث سايد ايكوال اليزيس يعني هنا 31 برضه. تمام لان ده زي ده الانجل زي بعضها وده بايسكت يبقى هنا 31 برضه. طب عايز اجيب انجل 1 هاجمع 31 مع 31 تبقى 62 يعني 180 minus 62. 10 minus 2 تبقى 8 و 7 minus 61 يبقى 180. مفهوم كده؟ الكوتشن اللي بعده نمبر 2 هنا رومبس وعندي هنا دايجونال الانجل كانت ب 50 تبقى الانجل زيها برضه 50 يعني من خواص الرومبس نفس خواص البارلوجرام اتش اوبزيت انجل ايكوال الميجر. طيب تو سايدز زي بعض يا مستر 180 سبتراكت باي 50 ديفايدد باي 2 تبقى 130 ديفايدد باي 2 تبقى 65 الانجل هنا 65 والانجل هنا 65 كذلك هنا 65 وهنا 65. طيب الانجل اللي بعده كوتشن 3 طبعا عارف الكلام ده ان ده بايسكت بيقسمها لك تو زي بعض لازم الانجل ده زي الانجل ده. طيب الرومبس اللي عندي اللي بعده المنظر ده هنا في دايجنال وهنا دايجنال تاني كده شايفه كويس. الانجل هنا بقى كانت ب 29 تبقى الانجل دي زيها 29. طيب الرومبس بيكون بيرديكولار تو دايجونال بيربنديكولار يعني هنا 90 ديجري وهنا 90 ديجري وهنا 90 وهنا 90. تقدر انت تجيب انجل الفور اللي عندك تقول 90 ماينس 29 90 ماينس 29 تبدا ماكس 61 يبقى الانجل دي 61 الترنيتنج انتيرور انجلز هنا 29 وهنا برضه 29 لان الدايجونال بايسكت ذا انتيرور انجلز. كده خلصنا كل المطلوب مننا والانجل اللي هنا هتبقى برضه 61 لان دول زي بعض. طيب next question number 3 in the following figure find the value of the measure angle عايز قيمة الاكس يا ولاد ال value of x. طيب ركز معايا للكويشن اللي بعده اللي هو number 1 عندي هنا رومبس هو قال ان ده رومبس يا مستر اهو شايف المقطع قال لك رومبس وقال لك هنا في دايجنال اللي هو الاي سي والدايجنال التاني هنا طبعا بي دي هنا الانجل كان 60 وهنا اكس وانا عايز اجيب الاكس. طيب ده رومبس يبقى الانجل هنا 60 دول بيربنديكولار تمام. هنا طبعا تبقى 30 يبقى دي 30 زيها من الترينجل ده 90 بلس 60 سبتراكت 180 تبقى الانجل الناقص هنا 30. طيب كوتشن نمبر 2 if ABCD is rectangle ده rectangle وانا عايز اجيب الاكس اللي عندي ناقص.
طب طالما ريكتانجل يبقى تو دياجونالز ايكوالنس اند بايس ايتش اذر، يعني الفاليو اوف اكس عشان اجيبها اقدر اقول ان 3x ايكوال 4x ماينس 5. 3x ايكوال 4x ماينس 5 يبقى الاكس تطلع ب 5. questions number 3 if a b c d rhombus، طبعا rhombus يبقى d c تبقى equal d a، يعني لاحظ ان 7x minus 11 equal 5x plus 1، يبقى هنقص منها يبقى هنا 2x النيجاتيف عندها تبقى بوزيتيف، يعني 1 plus 11 دي 12، يبقى الـ x تطلع الـ value بتاعتها ب 6. question number 4 find the value of x to make a b c d square، اوجد الـ x عشان يكون الشكل اللي عندك ده square. طبعا الـ x لازم تبقى هنا 45، تمام الـ x تبقى 45 degree. question اللي بعده number 2 as a rhombus لازم الـ x تبقى 7، لأن 7 minus 1 تديك 6، فهمتوا؟ عشان تبقى الـ b c equal الـ a b لازم الـ 2 adjacent side يبقى equal الـ length. طيب هنا عشان يكون الشكل ريكتانجل لازم الـ x تبقى بكام؟ فأنت تقول والله الـ 2x دي minus 1 لازم تساوي 5، يبقى الـ 2x يبقى بـ 6، يعني الـ x تبقى بـ 3، لازم الـ x تبقى بـ 3. كلها مسائل بسيطة وسهلة. بعد كده هذا ريكتانجل، عشان يكون ريكتانجل لازم تكون الـ x بكام؟ لاحظ هنا إن الـ 3x minus 6 دي تبقى بـ 90، يعني الكوتشن اللي بعده تقول إن 3x question number 4 3x minus 6 يبقى كام ب 90، يعني تبقى 3x equal 96، نعمل divided by 3 تبقى x equal 9 divided by 3 equal 3، 6 divided by 3 equal 2، يطلع 32. تعالى نكمل يا حبيبي يلا. question اللي بعده number 5، عشان يبقى square لازم تكون ال EB بتساوي اللي قبلها. طيب دي كانت angle ولا لا؟ ماشي، يبقى دي angle، يعني angle تبقى 45. يبقى عندك الانجل اللي هي الصغيره دي كانت تبقى 45، فلازم ال 4x بلس 10 تبقى 45. فهنا والله ال 40x 4x بيساوي وال 45 ماينس 10 تبقى 35. طيب هنعتبر ان الاي دي كلها، يعني لو هو قال لك لان هي مش واضحه قدامي، السؤال ده مش واضح، فالانجل دي هعتبرها كلها ان هي الاي كانت 4x بلس 10 هتبقى بكام؟ ب 90، ماشي يا ولاد؟ لكن لو هو كان قايل لك على الانجل اللي جوه دي كنت هتكملها عادي وتعمل ديفايد باي 4 فيبقى 35 اوفر 4. طب لو هو كان عامل على الانجل دي كلها كان قصده عليها كنت اقول له والله 4x بلس 10 ايكوال 90، 4x ايكوال 90 ماينس 10 تبقى 80، نعمل ديفايد باي 4 بعد كده يبقى الاكس تطلع ب 20، تمام x تطلع ب ايه ب 12، ده في حالة لما كل الانجل كلها هي ايه هو اللي جابها 4x بلس 10. طيب الكوتش اللي بعده use some or all to make correct statement، يعني استخدم كلمة بعض او كل اللي هي some or all. number 1 هنا بيقول لي squares are rectangle، يعني كل السكويرز بيكون rectangle، ده صح. والall كل السكويرز بيكون ريكتانجل، كل سكوير فيها خصائص ريكتانجل. طيب question number 2 هنا space quadrants are parallelogram، هنا يعني بعض الكوادرات بيكون parallelogram، يبقى هنا some quadrants are parallelogram. طيب number 3 all squares are rhombus، all squares بيكون rhombus، كل السكويرز فيها خصائص rhombus. هنا number 4 some parallelograms are rectangle، بعض ال parallelograms بيبقى rectangle مش كلهم. امتى؟ لما يكون ال right angle عندي 90 degree، لما يكون ال measure لل vertex ب 90، فاكتب هنا sum. طب question 5 space rectangles are parallelogram، ال rectangle كلهم بيكونوا parallelogram، كلهم فيهم خواص ال parallelogram، هنا all. طيب 6 rhombus are squares، هل الرومبس بتكون يعني الرومبس يعني بعضها تتحول لو كانت الانجل 90 يبقى هنا سم، يبقى سم rhombus are squares، بعض الرومبس بتكون سكويرز في حالة لما تكون الانجل
اللي عندي 90 ديجري او يكون التو دايجونالز ايكوال اللينسز. طيب اللي بعده كوشن 6 ذا اوز فيجر بروف ذات الشكل عندك عايز تثبت ان هو اثبت ان باريلوجرام سكوير، يعني ده باريلوجرام وعايز يثبت ان هو سكوير في حاله لما الاي تبقى ب 2 والبي تبقى ب 20. تمام، الاي ب 2 والبي ب 20، هنا اي 2 والبي ب 20. طيب بص معايا هنا عشان نحلها يا حبيبي، هو بيقول لي ان الام بي دي كانت ب 2 اي بلس 1، تعال نعوض كده 2 اي بلس 1 اللي هي عباره عن الام بي، فنعوض مكان الاي ب 2، 2 تايمز 2 4، 4 بلس 1 5، فيطلع 5 سنتيمتر. طيب الام اي كانت عباره عن 3 اي ماينس 1، يبقى 3 تايمز 2 ب 6، 6 ماينس 1 5. فانت اثبتت ان ال 2 او الهاف اوف الدايجونال الاول زي هاف الدايجونال الثاني، صح؟ يعني اثبت ان ال 2 diagonals طبعا هو باريلوجرام، طبعا باريلوجرام يبقى 2 diagonals bisect each other، يبقى انت اثبت ان half of the first diagonal equal half the second، يعني انت اثبت ان القطعه كلها اللي هي DB زي القطعه كلها اللي هي CA ب 10 سنتيمتر. فاضل عندك يبقى انت كده اثبت ايه؟ لما تثبت ان 2 diagonals equal lenses انت كده اثبت ان هو ريكتانجل. طب لو اثبتت ايه بقى؟ هيتحول من ريكتانجل لسكوير لو انت اثبتت ان التو دايجونالز دول بيربنديكولار. طب ما نجيب ميجر اوف انجل ام كده، الانجل ام كانت 5 بي ماينس 10، يبقى 5 تايمز البي اللي هي 5 تايمز 20 اللي هي اللي فوق اهي، شايفها اللي هي فوق دي 20 تايمز 5 100، 100 ماينس 10 تبقى 90، يبقى انت اثبتت ان الانجل ام ب 90. معنى كده ان التو دايجنز بيربنديكولار، يعني ام اي بيربنديكولار تو دي بي، وطالما هما بيربنديكولار يبقى الشكل اللي عندك هيتحول من ريكتانجل هيكون ايه؟ هيكون سكوير. يعني هو اصلا كان باريلوجرام، اثبتنا الاول ان هو ريكتانجل وبعدين اثبتنا ان التو دايجنز بيربنديكولار يعني هيتحول يبقى الشكل اللي عندك يبقى رومبس، يبقى في خاصيه الرومبس وخاصيه ايه؟ ريكتانجل. يبقى انت اثبتت ان التو دايجونال بيربنديكولار اند ايكوال لينسز ذن اي بي سي دي از سكوير. فهمت كده؟ التو دايجونال اللي عندك بيربنديكولار اند ايكوال لينسز. In each of the following calculate with proof value of x. اوجد بالبرهان الفاليو للاكس اللي عندك. طيب بص معايا هنا عشان تجيب الاكس كلها متجزئه لجزئين، في جزء فوق اهو هيبقى بسكستي عن طريق الكوليترال تراينجل، دي سكستي وده سكستي بالانجل هنا سكستي، وفي عندك 45 اهي لان هنا الدايجونال هيبقى بايسكت للانجل سي، تبقى 45 بلس 60 الاثنين هيكون نضيفهم على بعض يعني 60 بلس 45 تبقى 105. طب تحلها ازاي بالبروف؟ تقول such that in triangle اللي هو دي اي سي التراينجل اللي فوق measure of angle E C D عبارة عن 180 subtract by 60 plus 60 فيدي كام؟ 60 degree. يعني تقدر تقول له measure of angle E C D equal بكام؟ 60. خلاص احنا جبناه. طيب تقول بعد كده ان triangle أو ال سكوير، الشكل اللي بعديه يا ولاد اللي هو السكوير، السكوير اللي بعديه اللي هو اي بي سي دي اي سي بايسكت انجل سي بي، نصفها يبقى قول له الميجر اوف انجل اي سي بي اللي هي دي تبقى 45 ديجري، الانجل بتاع 45. زي الميجر اوف انجل اي سي بي اللي هي الانجل اللي هنا تبقى ب 45 ديجري برضه، هو عايز بقى اي سي اي زي الميجر اوف انجل اي سي اي اللي هي اللي فوق، هنجمع بقى 60 مع 45 يبقى 105 ديجري.
بعد كده انا عندي هنا الشكل قدامي، عايز اثبت اجيب الـ value الـ x. تمام. calculate each of the following figure، calculate the graph value of x، ده بارلوجرام يا ولاد. تمام، وفي انجل عندك 90 يبقى هو هيتحول ريكتانجل. لما تيجي تحل المسألة لازم تثبت الأول ليه هو ريكتانجل، تقول بما أن such that DC parallel to AP، وعندي الـ PC was parallel to AD، الاتنين كانوا parallel. تمام، يعني إن الشكل اللي هو ABCD is a parallelogram، ده parallelogram. تمام، parallelogram، وعندك measure of angle A 90 degree، then ABCD is هيكونوا ايه؟ rectangle، الشكل ده هيكون rectangle. الكوتشن اللي بعده نمبر 8، in the opposite figure you won't find the length of AC. طيب هو بيقول لي يا ولاد ده سكوير، طالما هو سكوير يعني all sides are equal lengths، وكمان ال two diagonals bisect each other. تمام، فهو عايز يجيب لك ال DB، DB كلها، وجاب لك ال MC. يعني انت هتلاحظ طالما الشكل سكوير تقول هنا such that APCD سكوير، الشكل اللي عندي كان سكوير يا مستر اللي هو الـ APCD سكوير، then two diagonals will be equal lengths، يعني هتقول لي هنا الـ AC will be equal DB. بعد كده تعمل divided by 2 تقول half of AC equal half of DB. طيب half of AC اللي هو MC، تمام، و half of DB اللي هو half of the value لل DB اللي هي 5A minus 4. طيب ال MC كان جايبها لي برضه اللي هي 2A minus 1، يبقى انت هتعملها equation half of 5 اللي هي 5 over 2 A half of 4 2، يبقى هنا 2 تعديها تنقصها من 5 over 2، يعني 5 over 2 اللي هي 2.5 minus 2 اللي هي 0.5. نعدي negative 2 مع 1، 2 minus 1 تبقى 1، يبقى الـ A half of A equal 1، يعني الـ A تبقى 2. جبنا الـ A 2. طب هو عايز بقى الـ AC، then the length of AC، AC كلها عبارة عن DB، الـ EC twice أو بتساوي الـ DB. طب الـ DB كان بكام؟ الـ DB كانت 5A minus 4، يبقى 2 times 5 بـ 10، 10 minus 4 بـ 6، يطلع الحل بـ 6 سنتيمتر. مفهوم كده؟ يبقى احنا جبنا اللينس بتاعنا بـ 6 سنتيمتر المطلوب مني. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا الشكل قدامي ريكتانجل، وبيقول لي عايز يجيب الانجل سي اي دي، سي اي دي اللي هي اللي فوق دي. طيب ركز معايا ازاي نحلها عن طريق البروبرتيس بالنسبه للريكتانجل. انا عارف يا اولاد بالنسبه للريكتانجل ذا ميجر اوف اتش انجل ايكوال 90 دي، صح؟ يعني هنا 90، هو رسم اللاين سيجمنت كده، ورسم اللاين سيجمنت هنا 46 وهنا 44، وعايز الانجل هنا. طيب هنا دي A E B C، احلها ازاي؟ اول خطوة اقدر اجيب من الترينجل ده الانجل اللي هنا، صح كده؟ تقول بما ان الشكل هو A B C D such that A B C D is ريكتانجل، ده ريكتانجل يا ولاد، الشكل كله ريكتانجل. تمام، طالما هو ريكتانجل تقول زين ميجر اوف انجل، هو اللي قال لي في المسألة هو ريكتانجل، فانا بستنتج ان الميجر اوف انجل هنا ب 90. زين نقول له بعد كده ان تراينجل، في التراينجل اللي هو سي بي اي هو ده، ميجر اوف انجل سي اي بي
انجل هنا هتقول له عبارة عن 90 minus 44، لأن الاتنين دول بيكونوا complementary angle. يبقى الريزلت 90 minus 4 ب 6 و 8 minus 4 ب 4 يعني 46 degree. خلاص الانجل اللي هنا 46 degree. تقدر تقول له بقى such that اللي الـ E spalling to the line segment EP then measure of angle DEC 180 subtract by 46 plus الانجل اللي هنا اللي هي 46 برضه، تمام؟ لان هنا بيبقى ايه straight line. يبقى هنا هتقول الحل ازاي 180 subtract by 6 plus 6 12 2 and كده 15 plus 4 29 10 minus 2 equal 8 minus 17 minus 9 equal 8. يعني الحل يديني 88 degree. مفهوم كده؟ تعال نشوف الكويشن اللي بعده. من opposite figure we have rhombus. معانا rhombus يا ولاد اهو، وعايز يجيب الانجل ايه. طيب Roberts about rhombus. Rhombus is parallelogram which two adjacent sides are equal in lengths. طيب ركز معايا ازاي نحل المسألة معانا ونجيب measure of angle A. هنا الانجل كانت ب 62 موجودة، هنا A B C D. طيب طالما هو rhombus with such that A B C D is رومبس، هو رومبس، يبقى انت بتستنتج ان الميجر انجل اي بي دي ايكوال ميجر انجل هنا اي بي دي زي دي بي سي. الاثنين كل واحده فيهم 62 ديجري، وكمان عندي الاي بي والبي ايكوال اي دي، ده زي ده من روبرتس تو adjacent side equal lenses. يعني زين تقول له ان تراينجل اللي هو اي دي بي، الاحظ ان الميجر في انجل اللي هي اي دي بي الانجل دي تبقى بكام؟ 62 ديجري زيها. زين تقدر تجيب بقى ميجر في انجل ايه 180 minus 62 plus 62. يعني 180 plus 62 plus 62 124. 10 minus 4 ب 6 وهنا 7 minus 2 5 يعني 65 degree. فيطلع الانجل بتاعتك بكام؟ 65 degree. اللي هي انجل ايه المطلوب معاك. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي في المسألة اللي معانا يا أولاد نمبر 11. هنا عندي A B C D parallelogram rhombus and E H parallel to D C. عايز اثبت ان الانجل H E A ده هنا equal انجل H E A، يعني التو انجلز دول زي بعض. عايز اثبت ان ده يعني ال A H زي ال A E، تمام؟ وده رومبس. طيب تعالى نرسمها كده مع بعض ونفهم المسألة ونوضحها قدامنا. ركز يا حبيبي، أنا عايز أثبت إن الأنجل شايفها اللي هي ال E دي زي الأنجل اللي هي. طيب بص معايا، أنت هتستفيد من خاصية رومبس such that ان الشكل رومبس اللي هو اي بي سي دي از رومبس، ده رومبس الشكل ده رومبس. طالما رومبس يبقى انت هتستنتج ايه؟ تستنتج ان الاي سي اي نص في الانجل اي اند انجل سي، الانتيرور بتاعتهم من النص. طيب هيقسموا لزاويتين زي بعض، يعني هنا وهنا زاويتين زي بعض، وهنا تو انجلز زي بعضهم.
طيب خلينا بقى نرسمها عشان تفهم أكتر كده كده. هسمي هنا انجل 1 وهنا انجل 2 وهنا 3 وهنا 4 تمام. Both sides are equal lenses، يعني هلاحظ ان الميجر في انجل 1 equal ميجر في انجل 3، يعني 1 و 3 زي بعض صح؟ صح 1 و 3 زي بعض هنا زي دي. طيب وقال لي كمان دول parallel to such that E H was parallel to CD. E H parallel to CD. الاثنين دول كانوا parallel. طب ما انت عندك في E C transversal of them. E C straight line E C transversal of them. ده transversal ده قاطع. يبقى انت تستنتج ان انجل هاخد مثلا انجل 5 كده. Then measure of angle 5 was equal measure of angle 3. Angle 5 و angle 3 زي بعض. دول corresponding angles. دول corresponding angles زي بعض. ما انت اثبتت ان 5 و 3 زي بعض. واثبتت هنا ان ال 1 و 3 زي بعض. فبالتالي from relation 1 and 2 هنستنتج ان angle 1 زي angle 5. measure of angle 1 equal measure of angle 5. الاثنين زي بعض. يبقى انت اثبت ان الانجل بقى اللي هو عايزها اكتب اسمها اللي هي الانجل HAE equal measure of angle HEA. Next question. هنا جاب لي يا ولاد ريكتانجل اهو A B C D ده ريكتانجل ويقول لي الشكل التاني برضه بارلوجرام اللي هو ال E B C F وعايزين نثبت ان ال A E ده زي ال D F. طيب انت هتحل يعني المسألة دي من خواص الريكتانجل وايه؟ والبارلوجرام. طيب هنستفيد ايه من الريكتانجل؟ ان each of the sides are equal lenses. ركز معايا كده، انا هرسم لك الريكتانجل اهو الاول عشان ما تتلخبطش. في ريكتانجل اللي هو دي وهنا سي وهنا بي وهنا it was such that A B C D is a rectangle. ده ريكتانجل، يبقى انا هستنتج ان ال دي اي اللي فوق ده equal سي بي، الاتنين زي بعض. طيب تعالى نكمل بارلوجرام ده. نكمل البارلوجرام بتاعنا ده، شايفين ده بارلوجرام يا ولاد اللي هو اي بي سي اف. يقول such that اي بي الشكل ده يا ولاد اي بي سي اف is a parallelogram ده parallelogram يا ولاد. يبقى انا هستنتج ان edge of the sides are equal to lenses، يعني نلاحظ ان ال EF equal to CP تمام. then EF equal to CP ده العلم بالبعض دول زي بعض. طيب هو عايز بقى ان ال DF equal ال EE البواقي المتساوية يعني. طيب احنا قلنا ايه يا مستر هنا؟ ده ريكتانجل، يعني القطعة كلها اللي هي من أول D ل A بتساوي القطعة كلها من E ل F أو بتساوي ال CB. لاحظ ال CB مشتركة بينهم، يعني هنا دول متكررين. العلاقتين اللي عندنا نستنتج منهم هما الاتنين، طالما السي بي متكررة يعني الدي اي will be equal اي اف. نلاحظ ان الدي اي زي الاي اف. طب لو انا نقصت منهم الاف اي من الطرفين، يعني اقول هنا زين قطعة دي اي خلاص الايكويشن، لو انا نقصت نمبر او يعني سايد
لينس سايد لينس نفس السايد لينس من اليسار واليمين القيمة مش بتتغير، دي من خواص الإيكويشن. فأنت هنا هتنقص منهم الـ FA، هتكتب يعني العلاقة دي أهو، وتنقص هنا الـ FA وهنا الـ FA. طب الـ DA كلها لما نقص منها الـ FA بقى DF، والـ EF لما أشيل منها الـ FA هتبقى الـ EE. بس انت كده اثبتت الايه البروف بتاعك، تمام. طيب تعال نشوف اللي بعدها، كوشن 13. هنا عايز اجيب الانجل اللي هي اي اف دي، اي اف دي الانجل دي كلها، بيقول ان الشكل اللي هو اي بي اف اي ده سكوير، والشكل اللي على اليسار ده ريكتانجل، وعايز تجيب الانجل اي اف دي. طيب بص يا حبيبي، انت عندك شكلين، عندك ريكتانجل وعندك سكوير، تمام. فركز معايا كده لو احلها، هستفيد من كل شيب البروبرتيز بتاعته. هبدا الاول بالريكتانجل، ايه رايك نبدا بالريكتانجل اللي هو ده موجود هنا اللي هو دي اف دي اي اف سي، ده ريكتانجل وهو مرسم دياجونال كده، واحنا عارفين ان الانجل هنا 90 والانجل هنا كانت 52، صح؟ هو بقى تقدر ان انت تجيب الانجل دي، عشان لما تجيبها هتقوم جمعها مع الانجل اللي جنبها، لان ده سكوير، هنا سكوير واقف جنبه، هتقوم جمعها مع الانجل اللي هنا مصدها واي مثلا، يعني دي اكس ودي واي، تقوم جمعهم مع بعض. طب ده ريكتانجل، يعني انت عندك الاي اف بيرل 2 دي سي، اتنين بيرل، فالانجل هتبقى برضو 52، ده الترنيتنج انجلز، ترنيتنج انسايد انجلز. يبقى انا هنا such that دي سي اف اي از ريكتانجل، ده ريكتانجل. يبقى انت عندك دي سي بيرل 2 اف اي، الاثنين بيرل، وكمان عندي دي اف ده اسمه ترانسفيرسال، ترانسفيرسال ده ترانسفيرسال ليه. يبقى انت هتلاحظ ان الاكس دي عبارة عن ايه؟ عن 52 alternating interior angles، خلاص تمام. بعد كده تقدر تجيب انجل واي من الرومبس such that A B F E is سكوير، ده سكوير، زين اي اف بايسكتس الاف، ده بايسكت الانجل اللي هي الاف بيقسمها، زين ميجر اوف انجل واي 45 ديجري، زين اكس بلس واي الانجل بقى اكس وواي لما يجمعوا مع بعض هتاخد اللي هي ال 52 مع ال 45 نوع مع بعض، يديك هنا 97 ديجري. يبقى انت كده خلصت المسألة وكتبت المطلوب منك اللي هو الانجل بقى دي اف اي هتبقى بكام؟ 97 ديجري. تعال نشوف الكوتشن اللي بعده، الشكل المقابل يا ولاد، هنا سكوير كبير وجواه هنا شكل تاني كوادرال، ها وعايز اثبته ان هو رومبس، عايز اثبت ان الشكل ده رومبس. طيب الشكل اللي جوه يا ولاد اللي هو اي بي اف دي عايز اثبت انه رومبس. خد بالك حاجه مهمه، انت عشان تثبت انه رومبس لازم تثبت الاول ان هو باراللوجرام، بعد ما تثبت نوع باراللوجرام تثبت خاصية من خواص الرومبس، يعني تقول مثلا تو دايجونالز بيربنديكولار، فاهمني؟ طيب ازاي نحلها؟ هو قال لك معطى ان الاي اف الاي اي بتساوي الاف سي، وقال لي الشكل الكبير اللي بره ده سكوير، تبقى انت تستفيد من ايه اللي هو السكوير؟ هنستفيد ان الاي ام ايكوال ام سي اند دي ام ايكوال ام بي،
وبالتالي الـ EM هتبقى equal MF، يعني البارت اللي هنا يبقى قد البارت اللي هنا. وانت عندك كمان الـ MD equal الـ MB، يعني يبقى two diagonals bisect each other، يعني يكون الشكل EBFD ده باراليلوجرام. فدي أول خطوة لازم تثبتها، تثبت الأول إن هو باراليلوجرام، بعد كده بتثبت إن هو رومبس عن طريق بيربنديكولار. هتقول له والله التو دايجنز بيربنديكولار هنا من خواص الرومبس، قبلها خواصية الال سكوير. تعالى نكتب بس الخطوات دي عشان ما تتلخبطش. اول خطوه تقول ساتش ذات زي ما احنا قلنا كده يا اولاد. الشكل اللي عندك تقول ساتش ذات اللي هو اي بي سي دي از سكوير. طالما هو سكوير يعني الاي ام will be equal سي ام. طيب هو قال لي كمان معطى ان الاي اي الجزء اللي فوق ده يساوي الجزء اللي تحت اللي هو سي اف. طب لو انا طرحتهم من بعض، يعني خدت الاي ام دي كلها شلت منها الاي اي، طبعا دي ريليشن نمبر 1 وريليشن نمبر 2، لما نقصهم من بعض مش بيحصل حاجه. انت عندك الاي اي بتساوي سي اف، يبقى لما ناخد الفيرست سبتراكت باي فيرست والسكند باي سكند مش هيجرى اي حاجه. ناخد هنا سي ام سبتراكت باي سي اف، البواقي بقى الاي ام لما اشيل منها الاي اي هتبقى اي ام، وعندك السي ام كلها لما تشيل منها سي اف هيبقى عندك اف ام. طيب انت اثبتت دلوقتي ان الام اي زي الام اف، وكمان انت عندك من خواص السكوير عندنا اللي هي الام دي بيساوي الام بي يساوي الام بي، ها بروبرتيز اوف سكوير. يبقى احنا قلنا ان هو سكوير، يبقى استنتجنا منه ان تو دايجونالز بايسك اتش اذر، يعني ام دي ايكوال ام بي. وانا اثبت ان الاي ام ايكوال اف ام، يبقى الشكل اللي عندي تقول اذا الفيجر اللي هو الاي دي اف دي is a parallelogram، ده parallelogram يا ولاد اللي هو ال e b f d ده parallelogram. طب طالما هو parallelogram يبقى انا لازم اثبت عشان يبقى رومبس بقى، يعني اضيف خاصيه من خواص رومبس. ايه هي؟ انت قلت ان ده سكوير، تقول such that a m بيربنديكولار، او تقول اي سي كلها بيربنديكولار تو دي بي، فاهم؟ يعني تو دايجونالز بيربنديكولار، طالما هو بيربنديكولار يعني ميجر اوف انجل ام ب 90 ديجري، انجل ام دي تبقى ب 90 لهنا، يبقى تو دايجونال بيربنديكولار. يبقى انت اثبت ان الشكل ده باريلوجرام، وكمان التو دايجونال فيه بيربنديكولار. طالما التو دايجونال بيربنديكولار خلاص يبقى الشكل ده هيتحول يكون ايه؟ رومبس. إذا زين اي بي اف دي از ا باراليلوجرام، يبقى انت اثبتت ان الشكل معاك باراليلوجرام. طيب تعال نشوف مالتيبل تشويس كويشنز على الدرس. هنا بيقول لي the diagonals of rectangles are، the diagonals of rectangles يا ولاد بيكونوا equal lengths عند نوت بيربنديكولار ايكوال ليث، يبقى ناخد لتر بي اول واحده. كويشن نمبر 2 ذا دايجونالز اوف رومبس ار بيربنديكولار اند نوت ايكوال ليث، يبقى نكتب هنا بيربنديكولار اند نوت ايكوال ليث، يبقى ناخد لتر سي. كويشن اللي بعده نمبر 3 ذا دايجونالز اوف سكوير ار بيربنديكولار اند ايكوال ليث، ناخد لتر سي. Question number 4. If two adjacent sides of parallelogram equal lengths in that shape become rhombus. ناخد letter B. يبقى عندك البارلوجرام لما يكون two adjacent sides equal lengths يبقى هيتحول ويكون rhombus. Question number 5. Which of the following sets of quadrants have all their sides are equal lengths? مين في الأشكال اللي عندي بيكون all sides equal lengths؟ طبعا في السكوير والرومبس،
احنا هناخد لتر سي لكويشن نمبر 5. كويشن نمبر 6: If ABCD a parallelogram and the measure of angle A equal B, then ABCD will be rectangle. هيتحول rectangle يا ولاد لأن أنا عندي two adjacent sides equal to this. The measure of each one of them will be 180 divided by 2 equal 90 degree. يبقى تاخد لتر A يبقى rectangle. Question 7: If ABCD is parallelogram which AC equal BD, يعني two diagonals equal to length وكمان perpendicular, خلاص هيتحول يبقى square. يبقى question number 7 عندي اهو ABCD عندي two diagonals equal to length and perpendicular, يبقى هيقول square. question اللي بعده 8: In the opposite figure ABCD rhombus, what is the value of x? طب rhombus يبقى x تبقى 25 degree زيها. rhombus يا ولاد بيكون عندي isosceles, يعني السايد اللي هنا زي السايد اللي هنا, فبالتالي الانجل دي زي الانجل دي, كل واحد 25. تعال نشوف question number 9: In the opposite figure you won't find the measure of angle A. الانجل A اللي عندك ده عشان تجيبها, طب ده كان ايه اصلا؟ ده رومبس, وعايز الـ A. طيب بص معايا, بص يا حبيبي, شايف الفيجر ده؟ طب قال لك رومبس يبقى الـ X دي تبقى دي X زيها, فيبقى الأنجل اللي هنا تقول 180 minus 2X اللي هي الإجابة لتر دي. كده خلصنا الدرس, أتمنى تكونوا فهمت يا أولاد. إن شاء الله المرة الجاية هنشرح البوليجونز ليسون نمبر 7. أتمنى تكونوا فهمتوا, ربنا يوفقكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.